الله وبركاته، اهلا بيكم في كبسوله جديده من فعل كومن. النهارده هناخد هنواصل مع نيا. نيا كومن، احنا قلنا نيا يعني قريب قرب، نا قريب، نيا القرب. نيا كومن اما حاجه ماديه بتقرب منك. اقول لك ايه؟ داس جيفيتر يعني العاصفه، كومت نيا يعني مثلا في العصير اللي بتحصل في امريكا دي، يقول لك ايه؟ ها تير اوركان كومت اونس نيا، يعني عمال يقرب لنا، او داس جيفيتا او دير فيند الريح او اي شيء بيقرب منك. كومت نيا، كومت نيا، او بمعنى يتقارب. زي كومن زيش نيا، يعني مثلا اقول لك دي بايدن ستودنتن كومن زيش نيا، يعني قربوا من بعض، او دير مان اون دي فراو كومن اين اندا نا نيا، يعني بيقربوا من بعض. كومن اين اندا او زيش، زي كومن زيش نيا او زي كومن اين اندا نيا. اوكي، نيدا، نيدا كومن ملهاش غير معنى واحد، معنى جيبيرن يعني يولد، وبتيجي مع فيرب زاين. دي فراو است نيدا جيكومن، دي فراو است نيدا جيكومن، يعني ايه؟ الست ولدت وانجبت. طيب فور كومن، فور كومن، فور كومن، بص بقى يا سيدي، ليها اربع معاني، ليها اربع معاني. اول معنى بمعنى يوجد، اول معنى بمعنى ايه؟ يوجد. اما اقول لك ايه؟ ان دوتشلاند جبت سكاين بيرن مير، يعني في المانيا جبت كاين، ان دوتشلاند جبت سكاين، ان دوتشلاند كومن بيرن زلتن او نيشت مير فور، يعني في المانيا لم يعد هناك دببة دب مثلا. اما اقول لك ان سعودي ارابيان كومت ارد اول فيل فور، يعني فين؟ في السعوديه موجود نفط كتير. اوكي، اما اقول لك مثلا ايه كلمه الجنه تتواجد في القران 66 مره، تتواجد او تاتي، ده بقى معناته هيبقى ايه؟ دي في الالماني هتستخدمها مع فعل فور كومنت. داس وورد جنه كومت ام بارد ام قران 66 مال فور، تاتي او تورد او ترد في المصحف 66 مره مثلا. اوكي، ده يبقى اول معنى معناته زي اسجبت يعني يوجد. تاني معنى يحدث، يعني يحدث يعني بصيرا او بشين. اما اقول لك اين فيلا است فور كوم فور جي كومن، اين فيلا او اين ارتم است فور جي كومن، داس دارف ني فيدا فور كومن. واحد مثلا عمل حاجه وحشه، المدير يقول له داس دارف ني فيدا، يعني مستحيل تاني فور كومن يحصل مره تانية. تاني تالت معنى من معاني فور كومن معناته يبدو لي وكأن. شفت واحد ست شفتها قبل كده او ملامحها مش غريبه عليك، تقول ايه؟ ديز فراو كومت نير بكانت فور، متهيألي او يخيلي اني اعلم هذه السيدة. انا ماشي مثلا هنا في هامبورغ، ها، واحد قابلني كده في الشارع حيرش حدا، او واحد قابلني في الشارع ديزا مان، قبل ما يتكلم معايا ويقول لي انت حيرش حدا، يقول لي ديزا مان كومت نير ها بكانت فور، يبدو لي يخيلي وكاني اعلم اعرف هذا الرجل. سمعت اغنيه كنت بتسمعها من زمان تقول ديز سليد كومت نير بكانت فور، يعني الاغنيه دي انا عارفها حاسس. اخر معنى من معاني فور كومن هو ايه؟ لما تكون حاسس بتحس بحاجه، يعني مثلا او تقول ايش كوم مير شلشت فور دن مان، يعني انت واحد شحات مثلا جه عايز يستلف منك حاجه، او مش يستلف، عايز ياخد منك فلوس، او عايزك تديله حسن او صدقه، فانت مشيته ايش كوم مير شلشت فور داس ايش دن مان ويك جشيكت هابه، ايش كوم مير شلشت فور داس ايش دن مان ها ويك جشيكت هابه، انا حاسس بشعور مش كويس ان انا مشيت الراجل او الست. اوكي، دي كانت المعاني بتاع فعل فور كومن. ماشي، فعل تسروك كومن بمعنى يرجع او يعود، زي تسروك كيان ايش بين جيرسن اوس امريكا تسروك كومن، فير كومن ان زوي تاجن تسروك، وبتيجي معاها ساعات حرف اوف بمعنى ايه؟ ايش كوميت، واحد بروفيسور بيشرح في محاضره او بيتكلم، ايش كوميت اوف داس تيما اومفيلد تسروك، سنعود الان الى موضوع البيئه.
انت كنت عرض عليا وانا لقيت العرض ده والله مش مناسب ليا وكده، بس بعد شويه هتصل عليك اقول لك ايه، هالو ماكس grüß dich ich möchte jetzt auf dein angebot zurückkommen. يعني انا بقيت خلاص انترسيل مش في داس انجبوت، يعني انا عايز ارجع ايه للعرض بتاعك لانني اصبحت مهتم بي. ich komme auf die frage zurück, ich komme auf den punkt zurück, ich komme auf das angebot zurück und so weiter. دي كانت حلقه جديده من حلقات فعل كومن. استناني المره الجايه ان شاء الله في كبسوله جديده. اشكرك وغوتن اخت تشيس.